على المرزوقي بونتو في الدقيقة 90 وثلاثة انتصار وثلاثة نقاط بالرغم من غياب لدي اليوم. صحيح والله حكيت كل شيء. نجم نزيد اللي نحن دخلنا بالخايب، معناها ما قدمناش المردود اللي تتمناه الجماهير. ماتشات كيما هكا جماعية تجيب تسكر لك، كاك شفتوا تكنتر. جرجيس ماهيش خايبة، عرفنا كيفاش، معناها صحيح راتينا برومي ميتون، دوزيام ميتون معناها تبدلت شوية اللعب، حطيناهم في بلايصهم. وكما قلت معناها وقت كي نخدموا ربي وفقنا، معناها التوفيق من عند ربي، معناها في الدقائق الأخرانيين ربي كفأنا بهدف، ثلاثة نقاط باهين يرجعنا الكونفيونس والمورال بينا نحن والجمهور. كما قلت ان شاء الله ربي معنا، ربي وفقنا في اللي جاي ان شاء الله. باش نحكيو على المعطيات في اللقاء، ممكن بعض الملاعبيه ماهمش عارفين وين يلعبوا، مره على اليمين مره على اليسار، اسكو هذا انتم منكم من هذه تعليمات مدرب ولا انتم؟ والله ما ندخلش في التكتيك، اكتب بالنسبه لي انا، حتى انا معناها ما نلعبش، عمري ما تكلمت قلت شبيني ما نلعبش، كل شيء اهم حاجه بالنسبه لي وين يحطني لونترينور نلعب، وكما في التمارين نخدم كما في الماتشات نخدم، وربي يوفقني ان شاء الله الباقي على ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. البيبليك سي اس عمل فارق زيد اليوم في اخر ربع ساعه على خير. قلت انا صحيح جمهور عنده الحق باش يتغشش، كما شجعك قبل وتغش عليك شويه اليوم ورجع يشجعك، معناها من المنتظرين واللي هو باش يدز معنا للاخر. يلزم اليوم جواريت لازم تكون عندها اعصاب، لازم تكون بمخاخه، الجمهور اللي جاي باش معناها باش يسيح ويعيط عنده الحق، خاطر ما تغشش خروج نتاع الكاف، يزمك تجيبوا الاثنيه بالنتائج الباهيه. صحيح اليوم ريزولتا ما جاش مع الاداء، ان شاء الله البارتيات الجايين من الاول للاخر يبداو يشجعوا فينا ان شاء الله.